ما في اطيب من كوسه بلبن. ملوخيه يا عزيزي. لا طبعا الدولمه. تشخشوخه القسنطينيه مدابيك. نحن عنا اذا بدي اذا جعتي انت وعلى الطريق بتلاقي مثلا والله توا بجيب لك بتشوفي بالشارع العربات يعني صغيره بيكون فيها كعك وبتنقي اذا مثلا بدك كعك بسماء او كعك بجبنه او كعك بيكون. هلا صاروا عم يتطوروا اوقات بصيروا بيحطوا اشياء زياده يعني ليتلي. هيدا محلويات معناتها؟ لا هيدا ملحين. ملحين في كمان منقيش. لازم بدك تعلي شوي بصير في شاورما فلافل سندويشة بطاطا. هولي أكتر شيء يعني بالشارع. وكيفش يبدأوا سمحني زين كيفش يبدأوا معناتها في عربات هكا معناتها يبيعوا فيهم ولا في كشك ولا كيف؟ لا الكعك هو الوحيد يلي شفته بعربيات يعني بس 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 الأشياء التانية بيكون إنه محلات صغيرة يعني محلات مطعم يمكن ما بيكون فيه غير طاولة واحدة أو ما بيكون فيه طاولات بالمرة بيكون مثل بار هيك وبتجي بتطلبي اللي بدك إياه وبيعطيك إياه. إحنا عندنا عقلية تاع الطابلة يعني شغل طاولة هكا نديرو طابلة فجوع هكا كاين أكلة بيان بزاف تشبع هي الشوا اللي بروشيت يقطعوا اللحم هكا كاريات ويعملوا لك ساندويتش بالمرقاز مثل الشاورما يعني؟ لا مش مثل الشاورما هو لحم هكا يقطعوه مربعات ويدخلوه في عيدان شواء مشويات تكه يعني تكه انتوا ما تقولوا لها تكه احنا نقولوا كاسكروت شواء فتاكل تاني بيتزا يعني رخيصه خلاص في الثمن يعني احنا كما نقولوا الزوالي يعني الفقير في الجزائر في الطريق ما يجوعش فكاين مناطق عندهم ساندويتش غارانتيطا يعني يجي هكا 3-5 جنيه فساندويتش خبز قد هكا تشبع تاكل تشبع خليه نهار كامل شبعان هو اساسه حمص مطحون هكا ويخدموه بطريقه فكاين ساندويتشات بيتزا سوفلي احنا في تونس يلا تفضل يلا اسمع تونس اسمعني كي تجي للماكله الحقيقه انا اكثر وحده نتصور نحكي في الماكله انا نحب عندكم شاباتي في تونس فوالا عندنا شاباتي يبدا فيه اومليت هريسه تعرفوا انتم عند الهريسه التونسيه وفيه تن وانت شنو تحب تعمل فيه فما فريكاسي زاده نفس المكونات بخيسك ما يعني ما يتغيروش فهمت تن زيتون هريسه عظم عندنا عظم يعني بيض اي المترجم تاعنا اللي ديما يقولوا العظام فما الملاوي زاده ملاوي هي تبدا عجينه يعني صغيره هكا الفرن تحطوها في الفرن اي في الفرن وتحطوا عليها بعض المكونات كي العاده هريسه وكل شيء وتدورهم وتاكلوا بنين على الاخر وصحه وبالشفاء. احنا مختلفين تماما لا معجنات ولا محزنون. احنا عندنا في العراق اللي جوع مثلا في الشارع الاكل الشارع فلافل رقم واحد. فلافل طبعا تيجي ميكس فلافل وبطاطس وزلاطه اللي هي السلطه. من بعدها يجي القص اللي هي قريبه للشاورما. القص احنا نسميه قص برجر شغلات هذه هذا اصلا بالنسبه لنا سناكات يعني عادي مع يعني طبعا الى جانب الاكل الشعبي في المطاعم الاكل الشعبيه اللي هي مثلا يعملوا تبسي اللي هو فراخ وبطاطس وباذنجان وهيك قريبه من الساعه المصريه بس مختلفه تماما طريقه فيها طبقات تكون بصل بطاطس باذنجان لحم مفروم او فراخ يحطوا معها هذه ديما طيبوها الاكله هذه بس الشعبي الغالب في المطاعم المتوفر دائما الكثير يعني رقم واحد واي مطعم تخش تلاقيه موجود اللي هو التمن والمرق اليابسه مثلا نسميها الفاصوليا مرق فاصوليا ورز اللي هو التمن شنو الماكلات اللي تطيبون في المناسبات في المناسبات في المناسبات عندنا تختلف بس اعتقد الحاجه الوحيده اللي تقريبا مشتركه بين يعني 90% من العراقيين اللي هي الدلاميه شنو هي الدلاميه منسف
اللي هي صينية كبيرة أوكي ونطيب لحم، نطبخ لحم، لحم خروف أو بقر. من بعد نجيب المرق، نقطع الخبز العراقي ونحطه في المنسف ونحط عليه المرق، نبلله شوية بالمرق يعني ينقعوه، وبعدين نحطه عليه الرز، من بعدها يحطوا اللحم عليه اوكي وتتاكل بالايد، ما ينفعش تاكل بالنكهه بالايد. احنا في المطاعم الشعبيه كاين، احنا في قسنطينه في الشرق الجزائري عندنا طبق مشهور يعني ما حتى ياكلوها 8 الصبح 9 تاع الصباح يعديو، خاصه اللي يشتغلوا في التجاره وحين يقضيو نهار كامل وهما يبيعوا، فيروحوا 8 الصبح 9 تاع الصباح يضربوا حمص دوبل زيت، حمص يشحن هو حمص الجاف يتعمل يخدموه في مرقه مرق، ويحطوا له اعشاب كمون وبصل مقطع وحشيش يعني بقدونس وحوايج كيما هكا، ف مش حشيش كل خضروات لا لا حشيش يعني بقدونس يعني معدنوس وبقدونس ودبشه كيما نقولوا له حنايا، فهذا بصح في المناسبات والاعراس ولا الجنائز ولا عندنا الطعام الكسكسي اللي في الشرق نقولوا له النعمه، عندنا ثاني تختوخه، احنا عندنا الدولمه، بس الدولمه هذه يعني اكله شعبيه والعراس في لبنان من المناسبات شو؟ يعني العراس في لبنان وش ناكل طيب وفي عرس ناكل ورق عنب، ورق عنب لحم في عرس اكيد اكيد لا في عرس بالعافيه عليكم فريكاسي سخون تان مودو 100% سمارت فون، من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.